قيس اللحيني المدير التجاري شركة ميديكسبو المنظمة لمعرض زيتات ومسارات اللي انطلق اليوم 17 نوفمبر يتصل حتى اليوم 27 نوفمبر بقصر المعارض بالساحل. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 7:30 متاع العشية. فيه كل ما يخص الجهازات ولوازم العروسات من معناها ديكوراسيون، منظمي حفلات، حلقات، مصورين، فساتين الأفراح، وكذلك الجهازات يعني من لانج دو ميزون، الموبل، لي ساك، لي برودوي كوزميتيك، معناها اللي مقبل على الزواج ان شاء الله باش يلقى لهنا اللي حاجب كل سورين بلاتفورم. معناها سي با لا بين نمشي نروح العروسه في بلاصه، والحجامه في بلاصه، والفرقه في بلاصه، والمصور الكل جبناهم له موجودين هنا، وجبناهم الحاجه الباهيه اللي هو من كامل الجمهوريه، معناها مش كان من جهه الساحل. اكزاكتومون على ذكر كامل الجمهوريه العربيه منين عددهم؟ فوالا عندنا الساعه عندنا نحبوا نرحبوا بالاشقاء السوريين هما كالعاده موجودين بيناتنا لهنا، كيما العاده معناها موجودين خاصه هم معروفين باللانج دو ميزون. وعندنا العارضين التوانسه اللي هما موجودين من تونس، من بنزرت، من الشمال الغربي، من صفاقس، من الجنوب، من جهه الساحل صفه عامه معناها كامله، من القروان، كل موجودين بيناتنا العارضين هذوما. وهذا شنو يخلي معناها المنتوجات تكون ديفيرسيفي، الحاجات المعروضه يعني اللي باش تدخل لهنا خاصه المقبلين على الزواج، حتى كان مش مقبلين على الزواج يحب يبدل مثلا حاجه بداره ديكوراسيون ولا موبل باش يلقى كل شيء. نحن بشكل عام عندنا كروشات جهازات العرايس، طبعا الاسوام بشكل عام معقوله يعني موجود الاسوام الجنبي يعني عندك من الفلوس والغالي ان شاء الله. وانت نحن هنا طبعا هي مشاركه لنا صار عندنا اكثر من مشاركه هون بالمعرض، والحمد لله كان معرض يعني جيد بالمرات السابقه، فان شاء الله يكون هالمره كمان جيد. يعني توقعاتكم للمره الدوره هذه؟ والله ان شاء الله يكون جيد باذن الله تعالى، يعني كانت مواجهه اكثر من معرض هون، كانت حركه فيه جيده، تنظيمه كمان حلو يعني انت شايف، فان شاء الله يكون هي الدوره ان شاء الله جيده باذن الله. أكيد مانيش أول مرة بالساحلي، ما شاء الله عندي عدة مشاركات بالساحلي وإن شاء الله متفائلين إن شاء الله معرض حلو، ربي يجيب طفنا سكر. يعني المعرضات بتاعك بس تمثل؟ المعرضات بتاعي تتمثل في كما تشوف هكايا عندي الحايك، تتويز على الحايك، تتويز يدوي، فهمتوا كل ما يخص العروسة، جهاز العروسة، من تخصور الحنة، من تخصور الحمام، من لبسة الأصداق، كل ما هو خدمتي يعني. بالضبط لبس الصدق، يعني انت لهنا في الساحل اسكو يعني لهنا انت جبت اللبسه الساحليه والا النبليه؟ لا انا جبت اللبسه التونسيه اللي هي الجبه نتاعنا اللي هي مطروزه باليد، الحايك نتاعنا اللي هو النسيج العربي نتاعنا، نسيج جبنا القيروان اللي تونس وكل تعرفوا، وهذه تمشي في الولايات الكل. انا بالتجربه ما شاء الله في الساحلين وفي نابل وفي الكيف وفي تونسنا الكل. جيرون تاع مبل المحب، احنا عندنا دو لوكال في تبولبا تبع مستير وحاضر، سبيسياليتي في الموبل توسكي موبل بيت نوم بيت الفطور والصالون، عندنا السبيسياليتي بتاعنا الاكثريه صالون يعني الكونستركسيون تاع الصالون. الاسعار؟ الاسعار بالطبيعه عندنا من كيما نقولوا من مليون حتى شي برسك 3 ملايين، بالنسبه للصالونات يختلفوا انت والموديل، دراكوان درات تبدا سات بلاس سايبه، والا انت والكاليتي نتاع توسي، فما توسي القهوه مثلا كيما نقولوا 15، فما 20 25 يختلفوا الاسوام ويكون في سوم الصالون. لا شاركنا قبل في الى بابا محمد رسول الله الدوره اللي فاتت وهذه الثانيه ان شاء الله. والله المعرض اللي فات سافا مقبوله نسبه الاقبال، توا عاد مازلنا اول المعرض، احنا ان شاء الله احنا نتوقع ان شاء الله تكون نسبه الاقبال كبيره، ان شاء الله يعملوا بوبليسيتي انتم هم صلي على النبي بالطبيعه باش الكليون احنا يقبل على الموبل، واحنا ديجا مطيحين في الاسواق يا ماكسيموم ماك تعرف حتى الراس العام بروموسيون، ماذا بينا نطيحوا يا ماكسيموم ونبيعوا.